السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالمتابعين الكرام ومع فيديو جديد من فيديوهات التحاليل الطبية و بارتيشن المايكروبيولوجي اللي هنتكلم هنتابع مع بعض الانتيبيوتكس الماكرولايتس او الماكروليتس، تمام، والمايكروليتس استخداماتها اليوزز بتاعتها في الابر اند لور ريسبيراتوري تراكت، يعني بتستخدم كانتيبيوتكس في علاج امراض الجهاز التنفسي الابر واللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. اي عدوى في الريسبيراتوري تراكت ممكن نستخدم فيها الماكروليتس، والاوتايتس وميديا والثروتس ساينوسايتس الثروتس ساينوسايتس والجام انفكشن واليورينري تراكت انفكشن والسوفت تيشو انفكشن. طيب الاريثروميسين، الاريثروميسين ده واحد من الماكرولايتس فاميلي از يوزد از ابنسيلين الترناتيف. الاريثروميسين بيستخدموه الاطباء وبيستخدموه دكاتره التحاليل وهم بيعملوا الكالتشرز كبديل للبنسلين. الاريثروميسين بيستخدم كبديل للبنسلين للناس اللي عندها حساسيه او سنسيتيفيتي من البنسلين، تمام. يبقى هنا نقول يوزز الاريثروميسين يوزد از بنسلين الترناتيف for patients who sensitive to penicillin. البريكوشنز بتاعته او موانع الاستعمال ان هو بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي او جي اي تي ديستربانسز وبيعمل ابدومينال كرامبس ونوسيا ولا يستخدم في الهيباتيك امبيرمنت كيسز، يعني اي حد عنده مشكله في الكبد ما بنستخدمش الاريثروميسين. من أمثلة المايكرولايتس الإيريثروميسين إي إيريثروسين والأزيثروميسين إيزات إم وزيثروسين، وعندي الكلاريثروميسين سي إل آر اللي هو الكلاسين والكليندامايسين دي إي أو الدلاسين، وعندي الترايميثوبرين وده بنستخدمه كتير، تمام، تي ام بي او دبليو او بريمومايسين والليكومايسين ال او ام واي لينكوسين وسبيرامايسين اس بي او سبيرازول او روفاك. ونلاحظ ان الماكرولايتس مفيش ليميتيشن في موضوع البريجنسي او اللاكتيشن او الايدج مثلا تشايلد مثلا او كده، او ما فيهوش ليميتيشن برضه بالنسبه للرينال بيشن مرضى الكلى او السي ان اس دامج. البريكوشنز او الليميتيشنز بتاعت الماكرولايز هي الجي اي تي ديستربنسز والهيباتيك امبيرمنت، وده بيميزه شويه عن الحاجات الثانيه، تمام. وبكده نكون خلصنا اختصار الماكرولايتس للجزء العملي او وانت بتختار الايه الديسكس بتاع الانتيبيوتكس ومعاك مجموعه المايكرولايتس، فبتحط في بالك الحاجات دي وانت شغال. واتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.